يقول السائل: يقوم بعض الناس بصب العطر على الركن اليماني، فإذا كان به عطر هل يجوز استلامه بالنسبة للمحرم؟ لا، إذا كان إنه فيه عطر يعلق باليد فمسه مس الركن اليماني سنة، والمحرم منهي عن الطيب، محرم عليه الطيب. إذا كان يعلق باليد فلا يمس، أما إذا كان ما يعلق باليد فلا بأس. نعم.